هل تساءلت يوماً ما الذي يجعل الفيل فريداً؟ إنه خرطومه الذي يعتبر أداة عجيبة متعددة الاستخدامات تجمع بين القوة والدقة. فخرطوم الفيل الذي قد يصل طوله إلى مترين هو بمثابة أنف ويد في آن واحد. فهذا الخرطوم مرن وقوي للغاية، حيث يمكنه أن يسحب حوالي 12 لتراً من الماء مرة واحدة. ولا تقتصر وظيفة الخرطوم على الشرب فقط، بل يستخدمه الفيل أيضاً لالتقاط الطعام من الأرض، حيث يتحكم في هذا الخرطوم عضلات مذهلة تقدر بحوالي 40,000 عضلة، ليتمكن من التقاط أشياء صغيرة بدقة بالغة. لكن قوة هذا الخرطوم لا تتوقف عند الأشياء الصغيرة، فبفضل قوته الهائلة يستطيع الفيل اقتلاع شجرة صغيرة من جذورها. فإنه يمتلك قدرة مذهلة تمكنه من التعامل مع أصعب المهام بسهولة. وبالإضافة إلى قوته، فالخرطوم أيضا وسيلة تواصل بين الأفيال، حيث يحيي الفيل أصدقائه ويظهر عواطفه عبر لمس الآخرين بخرطومه، وكأنه يعبر لهم عن مشاعره. وعندما ترتفع درجة حرارة جسمه، يتحول الخرطوم إلى أداة للتبريد، حيث يرش الفيل الماء على جسمه ليخفف من حرارته، وأحيانا يرش الوحل حول جسمه، وذلك ليحمي جلده من الحشرات. فخرطوم الفيل مثال حقيقي على روعة الطبيعة وتكيفها، حيث أنه ليس مجرد عضو بل أداة مذهلة تعبر عن قوة هذا الكائن وذكائه. فالفيل صاحب الخرطوم العجيب سيظل دائما من أروع الكائنات في مملكة الحيوان.